بعض الطرق لن يحكم العراق. أولويات السوداني، وهل يمكن للحكومة الجديدة أن تحل الأزمات التي أوجدها الكاظمي؟ سيناريو القتل الممنهج، إيران ليست سوريا. ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم مرة أخرى تشكيل حكومة عراقية جديدة كاملة الصلاحيات، تأكد خلال هذه الفترة في هذا السجال الطويل الذي امتد أكثر من عام منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في أكتوبر تشرين أول العام الماضي، أن هنالك محاولات أرادت أن تعبث بالأمن في داخل البلاد، وأرادت أن تفرض رؤية يعني يمكن أن نصفها بأنها رؤية خارج سياق القوانين، يعني مجاميع من المسلحين من ذوي الأسلحة المنفلتة التي لا تخضع لقيادة الدولة، لا تخضع للدولة، غير مرتبطة ارتباطا مباشرا بمصالح الدولة العراقية وبمصالح الشعب العراقي، حاولت أن تعبث بالأمن، ولا تزال ربما يمكنها أيضا أن تفعل مثل ذلك هنا وهناك كما حصل كما تلاحظون في بعض الأماكن. لكن الذي حصل بفضل إصرار ما كان يعرف آنذاك بالثلث الضامن على أن لا تمر مثل هذه الأمور، وأن تشكل حكومة في سياق القانون تقوم بمهامها وفق القانون ووفق التوافقات بين الكتل وبين المكونات الرئيسة. عندما نتحدث عن التوافق ربما يعني سنتحدث في نفس الوقت أو هكذا ينطوي الحديث عن المحاصصة، وأود أن أشير إلى أن المحاصصة ليست دائما سيئة. يعني في مجتمع فيه مكونات وفيه أغلبية لا يراد لها، لا يسمح لها بأن تحكم في هذه البلاد كما نحن في العراق، فمن الطبيعي أن نلجأ إلى نظام المحاصصة لكي نحافظ على طبعا المحاصصة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالقومية وبالمذهب والدين، يعني السنة، الأكراد، الشيعة، هكذا قسموهم، مع ملاحظة أن هذه المحاصصة العرقية والدينية أو المذهبية هي ليست بصالح المكون الشيعي الأكبر أو يعني ليست بصالح الشيعة، من واقع أن الكرد هم سنة والسنة العرب هم سنة، وإذن يعني أكثر من ثلثين ربما إذا نريد أن نتحدث عن التوافقات وأن نتحدث عن تقسيم المناصب الحكومية، ثلثين أو في أقل التقديرات ثلثين تذهب للسنة والثلث المتبقي يذهب للشيعة. مع كل ذلك فإن هذه المحاصصة هي تحافظ على حقوق هذين المكونين، السنة العرب والسنة الكرد. لكن لو أردنا أن نغير في النظام السياسي، وهذا أيضا أمر مقبول، من الطبيعي جدا أن يعني تلجأ الدول إلى تغيير أنظمتها السياسية عندما تشاهد أن النظام السياسي الفعلي لا يلبي الحاجات. نحن الآن أمام أو يعني نطبق النظام السياسي البرلماني العراقي في العراق، إذا نريد أن نطبق على سبيل المثال النظام الرئاسي، طيب النظام الرئاسي حسب المعادلة المجتمعية فإن الرئيس يجب أن يكون من المكون الشيعي الأكبر الذي هو المكون المجتمعي الأكبر، ويعني حتى إذا أرادوا أن يوجدوا هويات أخرى مختلفة تتعارض مع الهويات المذهبية والدينية والعرقية، فبالنتيجة أن النظام السياسي ذو الأغلبية قد لا يريح المكونين السني العربي والمكون الكردي السني الكردي. من هنا فإن المحاصصة بهذا الشكل هي لصالح الآخرين، يعني لصالح المكونين السني العربي والكردي العربي. لكن على كل حال
حتى خلال فترة أو خلال ما كان يسمى بالتحالف الثلاثي، ومحاولة الأخوة في هذا التحالف الثلاثي تشكيل حكومة وفق رؤية الأغلبية السياسية، فإنهم سيضطرون إلى تطبيق نظام المحاصصة والتوافق، وهم بدأوه. يعني هم أرسلوا مثل هذه الإشارات عندما تم انتخاب رئيس البرلمان في الجلسة الأولى بعد التثبيت والمصادقة على نتائج الانتخابات، وحتى هيئة الرئاسة، يعني نائب الأول للرئيس، النائب الثاني لرئيس البرلمان، قسمت ووزعت هذه المناصب عن طريق نظام المحاصصة. ما تغير شيء، بس اللي كان يراد له أن يتغير هو إقصاء، وهذا يجب أن نكرره دائما، أن نكرره دائما، إقصاء قوى سياسية محددة، والتأثير على القوى الأمنية البارزة في العراق التي كان لها أثر كبير في ودور كبير في تحرير العراق من داعش، من الإرهاب، التي تطالب على الدوام بأن يكون الاستقلال العراقي ناجزا، إخراج القوات الأجنبية كلها من العراق بدون استثناء، وطبعا على رأسها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي خرجت في نهاية 2011 من الباب وعادت لنا من شباك التنظيم الإرهابي. لو حكم الأخوة، لو تمكن، لو قيض للتحالف الثلاثي، الأخوة في التحالف الثلاثي، أن يشكلوا تلك الحكومة الإقصائية بما تنطوي عليه من إضعاف للحشد الشعبي وفصائل المقاومة، ومحاولة أيضا التصادم مع قوات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، لأن هذه لن ترضى بنظرية الإقصاء، ونظرية الإقصاء تؤدي بالضرورة إلى إنهاء هؤلاء الذين شاركوا في مقاتلة ومنازلة داعش ورفضوا الاحتلال، يعني معاقبتهم. يعني كما حصل في عملية اغتيال قادة النصر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبتواطؤ إقليمي ومحلي وحتى دولي، عوقب قادة النصر لأنهم ساهموا في تحرير العراق من الإرهاب المنظم، إرهاب الدولة، إرهاب دولة داعش. أيضا يراد أن يطبق أو تطبق مثل هذه العقوبة على القوى الخيرة التي شاركت في مقاتلة داعش وكسر شوكتها ومجاديف ما يسمى بالدولة الإسلامية. يعني كان العراق، وعذرا على هذا الاصطلاح، كان العراق ليقع بيد حكومة لا أستطيع إلا أن أسميها بحكومة قطاع الطرق. قطاع الطرق هنا يعني أولئك الذين يقولون أو يمارسون العنف والخشونة وكل الوسائل غير القانونية لإقصاء الطرف الثالث، وهذا حاولوا إيجاده بعد فتنة الخضراء وقبل فتنة الخضراء وبعد خروج الأخوة في التيار الصدري، انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان. حاولت تلك المجاميع المنفلتة الخارجة عن القانون أن تمارس هذا الدور لإيجاد الرعب وإيجاد حالة من الفوضى الأمنية، وبالتالي فرض حكومة هي حكومة قطاع الطرق. وأنا طبعا لا أقصد الأخوة في التحالف الثلاثي أبدا في هذا الموضوع، أقصد القوى السياسية التي تسللت إلى مظاهرات تشرين وركبت المطالب الاحتجاجية السلمية لمظاهرات تشرين، والتي تدار من قبل السفارات وعلى رأسها السفارة الأمريكية، البعث الصهيوني، وكل من يتدثر بعباءة الإصلاح المزيف لفرض حكومة قطاع الطرق، والحمد لله لم يتمكنوا من أن يحكموا العراق. ابقوا. أولويات السيد محمد شياع السوداني كثيرة، لكن هل يمكن للحكومة الجديدة كاملة الصلاحيات وعمرها محدود أن تحل كل الأزمات التي أوجدها الكاظمي ورحل؟ بالتأكيد لا يمكن التعويل كثيرا
على هذه الفترة تحديدا لكي يستطيع السيد محمد الشياع السوداني أن يفي بما وعد به في برنامجه الحكومي. هو صحيح قدم قائمة طموحة من الوعود ومهمة جدا، لكن بالتأكيد عليه أن يبدأ، وهذا يعني رأيي من باب المؤمن ومرآة أخيه المؤمن وعينه ودليله، عليه أن يبدأ كما قلت لكم أحبائي في لقاء سابق من جمهوره، ومن الجمهور الذي صمد وصبر وقدم تضحيات كثيرة في طريق النضال ضد الدكتاتورية، وفي طريق تثبيت معادلة الحق ورفض الباطل، وفي تحرير العراق، كل العراق، من سيطرة التنظيم الإرهابي الذين قدموا الدماء، وأعني بهم الجنوب والوسط. أنتوا شفتوا في البرنامج الحكومي للسيد محمد الشياع السوداني معظم الأمور التي وعد بها هي مطالب لممثلي السنة في السلطة وممثلي الكرد في السلطة، معظمها أقول، وهذا من حقهم، يعني هؤلاء من حقهم أن يعملوا لجمهورهم، عندهم استحقاقات. ثم أساسا ليش إجوا انضموا إلى ما أصبح يعرف بتحالف أو ائتلاف إدارة الدولة وتركوا التحالف الثلاثي؟ لأنهم لم يستطيعوا في التحالف الثلاثي تشكيل حكومة، ولأنه إذا بقوا في التحالف الثلاثي لن يستطيعوا أن يؤدوا ما وعدوا به ناخبيهم وجمهورهم. فمن الطبيعي جاءوا إلى الائتلاف، ائتلاف إدارة الدولة، حتى يحققوا لناخبيهم وجمهورهم ما وعدوهم به. إذن لماذا لا يعمد السيد محمد الشياع السوداني والوزراء الذين أيضا يتبعون أو عرفوا أو يمثلون على الأقل فصائل أو منظمات أو تنظيمات أو أحزاب أو شخصيات الإطار التنسيقي؟ على الأقل حتى هذا الجمهور المضحي تعاد له الثقة بكم، يتم عن طريق الاهتمام بهؤلاء تجسير الهوة الكبيرة التي أوجدتها تلك المجاميع التي تحدثنا عنها في المحور الأول، قطاع الطرق الذين تسللوا إلى المظاهرات الاحتجاجية ولا يزالون، تقدمهم بعض القنوات مع كل الأسف وتروج لهم على أنهم ناشطين، وبعضهم يتوعد، بل توعد حكومة السيد محمد الشياع السوداني بالإسقاط وبالتفشيل والإضعاف حتى قبل أن تتشكل. إذن يجب أن نهتم بهذا الجمهور، وأنا أقترح على السيد محمد الشياع السوداني من هذا المنبر أن يذهب أول مدينة يختارها للزيارات، يعقد فيها اجتماعات الحكومة، يروح يقول هناك يجتمعون، ولا يعني هذا تقليد مألوف، الكثير من الدول تعمد إلى ذلك لإرضاء الجمهور، أن يعقد جلسة الحكومة، جلسة قادمة، شوف بعد يومين، بعد ثلاثة، بعد أسبوع، يختار الموعد المهم، يعني أول مدينة يجب أن يزورها برأيي هي البصرة، وطبعا العمارة، ميسان، وناصرية، ذي قار، هاي المدن الثلاثة التي قدمت الشهداء، وبقية المدن بلا استثناء، لكن البصرة البقرة الحلوب، البصرة التي تنتج نفطا يعيش منه كل العراق، وهذه مو منه، لكن على الأقل الأقربون أولى بالمعروف. طبعا حسنا فعل السيد محمد الشياع السوداني حين أوعز إلى محافظ البصرة بتوقيع الاتفاق مع الشركة الصينية فيما يتعلق بتحلية المياه وتوليد 3000 ميجاوات
من الكهرباء التي منعها مصطفى الكاظمي حال دون تنفيذ هذا الاتفاق قبل أن يرحل. حسنا فعل، هذا مؤشر جيد. وهذا المؤشر يدل أيضا على شجاعة من السيد محمد الشياع السوداني، وإقدام وعزم وتصميم وإرادة على المضي قدما في إنهاء ما سماها بجائحة الفساد، وإنتاج أو إنجاز مشروع الإصلاح الاقتصادي. وفيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، أيضا أنا أدعو السيد محمد الشياع السوداني إذا كان بالفعل يريد إصلاح الاقتصاد العراقي، وبالتالي ترميم كل محاولات تفتيت المجتمع العراقي وتحطيمه من الداخل، واستهداف قيمه الأخلاقية والدينية، ليستمر أو ليهتم بشكل أساس في رعاية الأطفال، وخلي يركز على تلاميذ المدارس. هذه شغلة كل السهلة، أبسط شغلة. تدرون هنا في بريطانيا، أنا هذا العنوان، هذا يعني هذه النصيحة أو هذا الاقتراح حقيقة اقتبسته من مقال نشر في الجارديان، تم توجيه هذه العبارة نفسها إلى رئيس الوزراء البريطاني الحالي ريشي سوناك. قالوا له: إذا كنت جادا في إصلاح الاقتصاد البريطاني استمر في رعاية الأطفال. يعني عندهم مشكلة، 90% من المدارس في بريطانيا تواجه أزمة تمويل، عندهم مشاكل كبيرة، قلت لكم ذلك فيما يتعلق بالاقتصاد، أزمة اقتصادية حادة تعيشها بريطانيا. قعدت أفكر ليش هم يهتمون بالأطفال وإحنا ما نهتم بالأطفال؟ زين أولاد، ابدأوا بالأولوية لأولاد الشهداء، أطفال الشهداء بالمدارس، رعايتهم، دعمهم، هذولي هم اللي يشكلون الدولة العميقة، الذين يشكلون أركان وركائز الدولة. بعد يا مظاهرات تشرين، ولا قطاع طرق، ولا مجاميع منفلتة، ولا ذئاب منفردة ومنفلتة، ولا داعش، لا يستطيع أحد أن يهز الدولة العراقية والمجتمع العراقي عندما تنتج جيلا أو تربي جيلا أو تؤسس لهذا الجيل. على الأقل ضع يا سيد محمد الشياع السوداني، وأنت ابن شهيد ونشأت صبيا طفلا في عائلة تعرضت للقمع من قبل النظام السابق، فأولي أول اهتماماتك لهؤلاء: البصرة، مدينة الصدر، العمارة، الناصرية، وعينك عينك على سجن الحوت. اهتم بأولئك الذين صدرت بحقهم مذكرات أو أحكام قضائية باتة فيما يتعلق بالإرهاب، والباب اللي تجيك من الريح سده واستريح. ترى معظم المظاهرات المنفلتة، هذا أتحدث عن المنفلتة التي مورس فيها العنف في الناصرية، والتي مورس فيها استخدم فيها السلاح والحرائق، و كان الهدف سجن الحوت وإطلاق سراح الإرهابيين الذين أوجدوا لنا عوائل الشهداء، اللي عليك أن تهتم بيهم وترعاهم. وهذه من على رأس أولوياتك يجب أن تكون، لكن سنة واحدة لا تكفي، والعاقل يفهم. ابقوا معنا. سيناريو القتل الممنهج: إيران ليست سوريا ولن تصبح سوريا. أحبائي، أولا وقبل كل شيء يجب أن نجدد تقديم العزاء لصاحب العصر الإمام الحجة ابن الحسن العسكري، وإلى نوابه مراجع الدين في كل مكان،
وإلى قائد الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي، وإلى الشعب الإيراني العظيم البطل، وإلى أهالي شيراز تحديدا بسقوط شهداء في عملية الجبانة الإرهابية التي نفذت في مرقد السيد أحمد بن الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام، الذي يعرف بالفارسي يسمونه شاه تشراغ، يعني ملك النور. وقصة أحمد بن موسى بن جعفر وأخوه محمد من القصص الجديرة بالاهتمام وبالدراسة. هذان السيدان ذهبا إلى ملاقات أخيهما الإمام علي بن موسى الرضا، وفي الطريق حصلت مجزرة لقتلهما بطريقة بشعة. ويجب أن ندين بأشد عبارات الإدانة، انتهاك المرقد الشريف، انتهاك حرمة الأئمة، حرمة أهل البيت عليهم السلام. الرسول يقول على يعني في القرآن الكريم على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ويأتي التكفيريون ويقومون بهذه العملية الجبانة. وهذه العملية هي واحدة من عمليات كثيرة. أنا تحدثت لكم هنا عن مخطط أيضا أرادوه في العراق وكرروه في سوريا وفعلوه في ليبيا، مخطط إيجاد جرائم، عمليات لها وقع إعلامي، وبعدين الشغل هذه آلة الإعلام وإمبراطورية الإعلام لتزييف الحقائق ولضخ أكاذيب وإشاعات وافتراءات وتحريك الناس لإيجاد خلل داخل الجمهورية الإسلامية، استهداف الأمن في داخل الجمهورية الإسلامية. شفنا في تشييع جنازة الشهداء رسالة بالغة الأهمية. حقيقة الإيرانيون بارعون في إرسال الرسائل لمن يهمه الأمر. لاحظنا جنرالات الحرس الثوري هم الذين يلقون خطابات في تأبين الشهداء، ولاحظنا وزراء الحكومة، حكومة السيد إبراهيم رئيسي، لاحظناهم جالسين يستمعون إلى خطابات الجنرالات، وعلى رأسهم قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي. وكانت الرسالة واضحة، الرسالة للمعتدين وللمرجفين أيضا بأنه الصبر تم انتهى. قالها اليوم أو قال يعني في يوم التشييع عفوا السيد سلامي وجه خطابه للشباب المخدوع: كما خدع شباب عندنا، وكما خدع شباب وفتيان في سوريا، وكما خدعوا في ليبيا، وبعدين بعد فوات الأوان، بعد تدمير البلاد وتحطيم البلاد، الآن يريدون يرجعون. روحوا شوفوا ملايين اللاجئين السوريين يريدون يرجعون من تركيا ومن غير تركيا، وتحديدا في تركيا، لأن شافوا أنهم استخدموا عبثا في حرب عبثية أريد بها تدمير بلدانهم. خاطبهم، قال لهم: خلاص انتهى الصبر، لا تشاركوا بعد في الاضطرابات. يعني إذا اشتركتم في الانتخابات فالرسالة واضحة، بعد ما في مدارات، لأنه يعني تحاول بعض القوى السياسية في الجمهورية الإسلامية شوية ممارسة الصبر الاستراتيجي أكثر، يعني حتى يقول لك بلكي شوية نستطيع أن يعني نؤثر على هؤلاء الشباب المخدوعين، وهم قلة بالمناسبة. أنتم شفتوا يعني حتى في التصاوير، في الصور التي يجري بثها من قبل قنوات الفتنة الممولة من قبل الموساد والمملكة العربية السعودية والحكومة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا باللغة الفارسية، واضح تماما حجم الأكاذيب، وواضح حجم الفبركة والتزييف حتى في الصور. يعني مثلا صورة يطلعون في المتظاهرين وبيدهم سلاح
وبيدهم مسدسات وتفلت ويبثوها، ما ينتبهون انه هذا سلاح يستخدم للقتل. هذا يؤكد ان من يقتل في المظاهرات هو يقتل بأيدي متظاهرين، يعني مدسوسين من قبل الأجهزة المعروفة، وهذا احنا شفناه في العراق وشفناه في دول أخرى. وأنا أذكركم أرجعكم إلى مقال للمؤرخ الاستقصائي المعروف اسمه أريك زويس، نشر هذا المقال في الرابع من يونيو حزيران 2018. 2018 هذا المقال نشره 2018، كان عن سقوط حكومة أوكرانيا في فبراير 2014. مقال استقصائي أكد بأدلة قطعية لا تقبل الشك أن المخابرات الأمريكية، مخابرات دول الناتو، قامت بقتل متظاهرين وقوات أمنية في أوكرانيا، وبعدين تحميل المسؤولية للحكومة الأوكرانية السابقة ولحليفتها روسيا لكي يسقط النظام. يقولون والله هذه ثورة شعبية، بينما هو يؤكد بما لا يقبل الشك. يقول قدمنا أدلة، يعني في المقال لا جدال فيها، هنا ليس فقط على أن ما جرى في 2014 لم يكن ثورة شعبية وكان انقلابا، بل قال هذا انقلاب من تنظيم وإعداد وإدارة الولايات المتحدة الأمريكية. نفس الشيء يريدون يسوونه في إيران، ونفس الشيء رادوا يسووه عندنا في العراق، ونفس الشيء سووه في سوريا. استخدموا هذه الألاعيب وهذه الفبركات وحجم الصور والأكاذيب، الصورة الكاذبة الصورة الكاذبة، بينما عندما خرج الشعب الإيراني يوم الجمعة الماضي بعد صلوات الجمعة، وشفت الملايين من الشعب الإيراني خرجوا ينددوا بهذه الاضطرابات، هذه الصور غابت عن قنوات الفتنة، غابت عن القنوات الكبرى أيضا التي تتغذى من قنوات الفتنة، القنوات الغربية، وغابت أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي، ونفس الشيء غابت صور ما شهدناه في جنازة وفي تشييع شهداء مرقد شاه جراغ. وشفت الشعارات وشفت هذا الشعب كيف لبى نداء الإسلام، هذه إيران علي بن موسى الرضا وأشقائه وشقيقته فاطمة المعصومة. هذه مو إيران داعش، هذه مو إيران التكفيرين. حتى شوف العملية الإرهابية التي نفذها إرهابي تكفيري داعشي، إيران أعلنت عن هذا الإرهابي الداعش وقدمت صورته. داعش تبنت بشكل رسمي، تنظيم داعش الإرهابي تبنى، لأن تنظيم داعش صحيح يحتضر، صحيح سقطت دولته في العراق وفي سوريا، بس يريد نفس، الولايات المتحدة تريد تستخدمه هنا وهناك لكي يكون دائما أداة ضغط على الخيرين من أمثال الجمهورية الإسلامية. يجي داعش يتبنى العملية وينشر فيلم فيديو عن بيعة هذا الإرهابي لخليفتهم المزعوم، ويجي ينشر صورته، وتجي مواقع التواصل الاجتماعي التي حتى هذه مواقع التواصل الاجتماعي، يعني تويتر وانستغرام والفيسبوك، ثبت بالقطع واليقين لدى الجمهورية الإسلامية تورطهم في نشر أكاذيب وفبركات، ويجون يبثون أخبار كاذبة عن ناشطين تمولهم الولايات المتحدة وتدربهم الولايات المتحدة الأمريكية، ومعروفين يعني حتى وزارة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري، يعني مخابرات الحرس الثوري أصدروا بيانا من حوالي 30 صفحة ذكروا بالوثائق وجود تورط لوسائل الإعلام المعروفة وأجهزة مخابرات معروفة وتويتر تحديدا وإنستغرام والفيسبوك، ويجون يقولون لا، هذا الذي قام بالعملية الإرهابية هو عنصر تابع للحكومة. واللطيفة ينشرون صورة لواحد تعرفون منه،
نجل الشهيد القائد قاسم سليماني، وكان يصلي في صلاة الميت لوالده قدس الله روحه الزكية خلف الإمام السيد علي خامنئي عندما أدى تلك الصلاة. إيران التي حمت سوريا، حمت سوريا، حط عليها تحتها 1000 خط من السقوط بيد الإرهاب العالمي. لا يمكن أن تصبح مثل سوريا، صح ولا لا؟ يا مان.